أو بتعليمات لزملاء أيضا في الكرة الماضية. كريم زياني يعلي كرة تتحط جول أول من اعتاد يانوس إسكو على أن يزور شباك العربي. عبد القادر الياس يأتي بأول أهداف الجيش. رأسية مثلاني تصدى لها أحمد فتحي، بعد ذلك سددها عبد القادر الياس وبلمسة في الشباك. الجيش واحد، العربي لا شيء في نهائي كأس نجوم قطر، في نهائي كيو ام بي يحمل ذكريات رائعة. السطاف اليمين يحاول المرور، يمول والكرة موجودة. يكتب أول سطر في أمجاده، يسطر في الماء